طرق التأليف في علم الأصول. سلك العلماء ثلاث طرق، ثلاثة طرق. طريقة تمزروث يعني في التأليف في التصنيف، طريقة تمزروث مثل طريقة المتكلمين وتسمى أيضا طريقة الشافعية، وتهتم بتحرير المسائل وتقرير القواعد. من أهم الكتب التي ألفت وفق هذه الطريقة الرسالة، هو الكتاب الإمام الشافعي الذي توفي سنة 204 للهجرة، كتاب التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد القاضي أبي بكر الباقلاني الذي توفي سنة 403 للهجرة، البرهان لإمام الحرمين الجويني توفي سنة 478 للهجرة، كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي أو الغزالي توفي سنة 505 للهجرة، المحصول لفخر الدين الرازي توفي سنة 606 للهجرة، يرسم 100 سنة، الغزالي 505، الرازي 606 للهجرة، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي توفي سنة 631 للهجرة. ثلاث طريقات في السنة اسمها طريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية، هذه تعمل على تقرير القواعد الأصولية في ضوء الفروع الفقهية، وقد ألفت مجموعة كتب وفق هذه الطريقة، منها كتاب الأصول لأبي بكر الجصاص من أمهات الكتب توفي سنة 370 للهجرة، كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي توفي سنة 430 للهجرة، كتاب الأصول للبزدوي توفي سنة 483 للهجرة، كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام القرافي توفي سنة 684 للهجرة، كتاب المنار للإمام النسفي توفي سنة 710 للهجرة. الطريقة الثالثة هي الطريقة الجامعة بين الطريقتين السابقتين، يعني بين طريقة المتكلمين والشافعية وطريقة الفقهاء أي الحنفية. هذه الطريقة تمتاز بكونها تجمع بين مزايا الطريقتين السابقتين، لذلك هذه الطريقة الجامعة مهمة. الطريقة الثالثة تجمع بين مزايا الطريقتين السابقتين بحيث أنها تتجه إلى تقرير القواعد الأصولية وفق ما تقتضيه طريقة الشافعية، كما تهتم بتطبيقها على الفروع. أهم الكتب التي ألفت وفق هذه الطريقة، كتاب اسمه تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري الذي توفي سنة 747 للهجرة، وكتاب التحرير لكمال الدين بن همام توفي سنة 861 للهجرة، وكتاب جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي الذي توفي سنة 771 للهجرة. جخذان قالوا باش يكون دينيغ الكتاب ران غرضوا كتاب جمع الجوامع. صافي، أول حاجة تعلمناها وفق أي طريقة؟ هي الطريقة الجامعة بين طريقة المتكلمين الشافعية وطريقة الفقهاء الحنفية، لذلك هذا الكتاب جمع الجوامع يحتل إن شاء الله المرتبة الأولى في كتب علم الأصول.